يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت في ملابسي لون نجاسة ولا أدري هل هي نجاسة أم لا، وقد صليت بهذه الملابس علما بأن هذا اللون يسير، فهل صلاتي صحيحة؟ ما دمت لم تجزم أنها نجاسة فلا بأس بصلاتك صحيحة حتى تعلم أن هذه نجاسة. لكن حتى لو علمت أنها نجاسة وصليت بها وأنت لا تعلمها أو ناسيها صلاتك صحيحة، إنما تبطل لو تعمدت صليت في ثوب فيه نجاسة إذا تعمدت. نعم.